هذه انواع القهوه وهذه الحمسه شي فاتح وشي غامق. وين اللي نختار؟ وين وين لازم الواحد يغفل من هذه؟ وهذه حمستها فاتحه يطالع زيت هذي. يا زيد ريحة القهوة يا الله يا أبو حميد أخوي بالله شوي الله يعافيك. أمر يا سيدي. ها إن شاء الله إني اخترت إن شاء الله. بدنا أنا بعطيك الإسبريسو الروست أو الإسبريسو البروفيشنال. إيه بس إيه تقدر يطلع كابتشينو يصير يعني إيه لأن لا تتعدى الكابتشينو ودور وحر وارجع للكابتشينو. لي الحين 5 سنين على هالكابتشينو ما غيرتها بعد. ما تعرفت شو هو ما أعرف أشرب. أنا بحثت لقيت اللبون قهوة وحليب هذه أكثر شيء قهوة وهذه أقل شيء حليب. هي نفس المشكلة هي نفس الخلطة قهوة وحليب. إيه. هذا بارد وهذا لا تصف سالفة سوالف. الله هلا والله هلا انت هنا والله ما دليت القهوه وين ابو معاذ خليك على قهوه. لا والله هذه اقل شيء حليب. هي نفس المشكله نفس قهوه وحليب هذا بارد وهذا حار. يعني كل واحد فاسف على الثاني اللي تفاسف على هذا واللي تفاسف عندها الثالث بس. وزي مشغول بجواله. هلا انتهيتوا مشعل القهوه.